سبب عضوي. ايه ده امر؟ المشكله في ايه يا دكتور؟ انت كويسه وهو كويس وكل حاجه قدامي هنا زي الفل، مفيش اي حاجه مش طبيعيه. اعتقد ان السبب ممكن يكون راجع للحاله النفسيه. يعني مدام زهره الفتره اللي فاتت كانت كلمتني انها مش عايزه تخلف او خايفه يعني من الخلفه. طبعا ده ممكن يكون بيحصل لها لان هي خايفه طبعا من الحمل والولاده والمسؤوليه والاطفال، وانت عارف طبعا. بس ده الاصرار ان هي مش عايزه تخلف لاول مره طبعا ممكن يدي اشارات لجسمها وهو بينفس. طيب اسيبكم لوحدكم شويه. اتفضلي. في ايه؟ بتبصلي ليه؟ يعني دي حاجه بتاعت ربنا، عامل ايه؟ انت عارفه ليه؟ عشان انت اللي عايزه كده. يعني ايه عايزه كده؟ مش فاهمه. على فكرة أنا عملت كل اللي أنت عايزه، حتى الحبوب ما بقتش أخدها، أعمل إيه تاني؟ لا يا زهر، الدكتورة لسه قايلة طول ما أنت مسيستم عقلك عمر جسمك ما هيستجيب للي إحنا عايزينه. على فكرة عادي وبتحصل، وياما ناس ما بتبقاش عايزة تخلف وبتاخد منع الحمل وبرضه بتخلف. وبعدين هي بتقول لك أنا جسمي بيدي إشارات. بجد والله؟ آه، حاجة مش بتاعتي، بتاعت ربنا. أعمل إيه؟ زهرة، أنت مش عايزة يبقى عندنا عيل، وكل حاجة بقت باينة بزيادة. طيب عايز نعمل ايه ونعمله؟ فكري كويس وانت عارفة ممكن تعملي ايه. مش حاضر، ابقى افكر. حاضر، هبقى ادي اشارة لجسمي من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يجعله فايزة يا رب. الله اكبر الله اكبر. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أمّا. الله يسلمك من ورا الدنيا. عاملة إيه؟ كويسة. عاملة إيه؟ حلوة. كنتوا فين؟ كنا عند واحد صاحبي يما لسه متجوز جديد، يعني عريس جديد بنبارك له وكده. أنت بتكذب عليا. أنت كنت عند الدكتورة. عرفت منين؟ مش عرفني. شكلك انت اللي قلت. هو مين اللي قالك اللي احنا كنا عند الدكتور؟ ما تغيريش الموضوع. قالت لك ايه الدكتوره؟ طمنتنا يما، طمنتنا، قالت لنا الحمد لله، بس التاخير ده يعني من عند ربنا سبحانه وتعالى، والحمد لله ما فيش اي موانع طبيعيه، الحمد لله. اه يا روح امك، ما فيش موانع طبيعيه، لكن في ده. ايه ده؟ هو مين اديك الحق انك تقلبي في حاجاتي اصلا؟ مين اديك الحق؟ حق ايه؟ مش بتاعي اصلا. ايه ده؟ ردي عليا. ايه ده؟ ما تردي عليا يا ست الكل. ليه يا زهر؟ ليه؟ كان ناقصك ايه تاني؟ الحق. خير؟ الحق يا عبد المنعم، مرات ابنك يا اخويا بتاخد حبوب منع الحمل. ايه؟ حبوب منع الحمل؟ اه. يا ساتر يا رب يا ساتر. تعالي معايا هنا يا ظهر. لا يابا. لا يابا، تيجي معاك فين؟ في حاجات تانية محتاجين نفهمها الأول. كنت بتضحكي عليا ليه؟ ليه كنت بتغشيني وتضحكي عليا؟ ده شريط قديم. قديم؟ قديم يا أختي، وليه مفتوح؟ وليه ناقص؟ ما تقولي. هقولك أنا أنت كدابة! كدابة! أنت اللي مش عايز تسمعني ومصمم برضه على اللي في دماغك. أنا اللي مصمم. بعد كل ده انا اللي مصمم. انت اللي مصممت ان انا يبقى عندي حته عيل. حته عيل يهمني عليا الدنيا. قلت لك مش هقدر. مش هتقدري ليه؟ ايه اللي ناقصك يا هاني؟ ناقصك ايه تاني؟ انا قلت لك انا عارفه نفسي، انت مش عايز تسمعني. انا عارفه نفسي. ليه يا بنتي كده بس؟
دي العيال دي روح الحياة، ده ربنا قال زينة الدنيا. أنا مش مستعدة. خلاص اتفاهمي معاه واتكلمي معاه، مش اتفقتوا انتوا الاتنين تخلفوا؟ خلاص يبقى ما ينفعش انت تاخدي القرار لوحدك. هتفهم منين يا هي؟ هتفهم منين وازاي؟ يعني مش فارق معاها غير نفسها. وانا لف لف يا مختار على دكاترة واعمل اشعاعات واعمل تحاليل، وانت عادي ولا فارق معاك اي. خلاص يا يابا خلاص. ايه اهدى مختار، انت استناني تحت، انت خدوا ما كنت استناني تحت. ينزل فين بس؟ بقول لك ايه، خد ابنك انت كمان وانزلوا تحت. انزلوا يلا انزلوا. استغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه اللي أنت عملتيه ده يا زهرة؟ عمي أنا. لا عمي ولا مش عمي. ما ينفعش الكلام ده يا بنت الناس. أنت خليتينا كلنا كلنا ما ننامش. كلنا بقينا نلف حوالين نفسنا. مش عارفين إيه السبب. مش عايزه ابقى زي فتحي. انت حاجه وفتحيه حاجه تانيه. اللي انت عملتيه بها يا زهره غلطه كبيره قوي يا بنتي. وانا مش عايزه اعمل حاجه انا مش قدها. خلاص تتفاهموا تتناقشوا توصلوا لحل. لكن اللي انت عملتيه ده اسمه قدام ربنا غش. واللي يغش اللي منه يتخاف منه.